وللمزيد من المتابعة انضموا إلينا الأستاذ محمد علي حسن المتخصص في الشؤون الخارجية. أستاذ محمد أرحب بك. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ محمد، تطورات متعددة تشهدها الأزمة في غزة كما نتابع منذ الأمس، ولكن إلى أي مدى تتوقع أن تؤثر هذه التطورات على الأرض على محاولات التهدئة والتوصل لوقف الإطلاق النار مع وصول وفود من حماس وإسرائيل أيضا إلى القاهرة لاستئناف المباحثات برعاية مصرية قطرية أمريكية مشتركة؟ يعني في البداية الجميع يثمن الدور المصري في المفاوضات والهدوء والاتزان الذي يقوم به المفاوض المصري منذ بدء الأزمة في 7 أكتوبر من العام 2023. متطورات متسارعة شهدتها الأزمة في قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي خلال الساعات الماضية، وتحديدا منذ 24 ساعة تحديدا. في البداية نستطيع أن نقول أن الوفد الفلسطيني المتمثل في حماس وافق وأبدى موافقته للجانب المصري الراعي لهذه المفاوضات على الطرح المصري من أجل الدخول في هدنة والمناقشة فيما بعد بهدنة طويلة بعد الهدنة المؤقتة. الجانب الإسرائيلي، التطورات التي كانت على الأرض خلال الساعات الماضية الجميع تابعها، ووجدنا دور شديد جدا وقوي للخارجية المصرية، ومصر أصدرت العديد من البيانات التي حذرت فيها الجانب الإسرائيلي أن عملية رفح إذا استمرت بهذا الشكل ستؤثر بشكل كبير جدا سلبيا على ليس المفاوضات فقط ولكن على العملية بأسرها. نجد هذه الجهود تتضافر الآن، ونجد الاتزان المصري يؤتي بثماره. أيضا وجدنا أن هناك ضغطا من الحكومة الإسرائيلية وبعض الوزراء على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي كان متشددا للغاية خلال الأيام الماضية بشأن هذه المفاوضات، وكنا قاب قوسين أو أدنى خلال ال 48 ساعة الماضية أن يتم التوصل لحل وتفاوض ما بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، ولكن تمت هذه العملية بدءا من الأحداث في معبر كرم أبو سالم والذي استغلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو حتى الدعوة إلى العملية التي تمت في معبر رفح من الجانب الفلسطيني خلال الساعات الماضية. لم يدعوا بعض الوزراء وبعض المسؤولين في الجيش الاحتلال الإسرائيلي. المفوض المصري في الوقت الحالي يقوم بجهد كبير جدا وبجهد محمود وجهد متزن للغاية. نعم، وما الذي تتوقعه بعد استيلاء الجانب الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح؟ ما الذي نتوقعه على الأرض؟ يعني في الواقع وجدنا الكثير من الانتقادات للجانب الإسرائيلي، وأن المجتمع الدولي تحرك بالفعل بدءا من الدول الغربية وأيضا من المنظمات الأممية تحديدا الأمين العام للأمم المتحدة وأيضا الرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السيد فرانسيس، و أكدوا أن أي تطور تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجانب الفلسطيني من معبر رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية لم تحدث حتى مثلما حدث من 7 أكتوبر وحتى اليوم الماضي. ولكن هناك لهجة حادة بالفعل وتصعيد من الجانب المصري في التحذير الموجه إلى الجانب الإسرائيلي لخطورة هذه العملية، ومن الممكن أن نتذكر ونسترجع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي قالها أكثر من مرة أن أي تصعيد في قطاع غزة أكثر من ذلك سيؤدي إلى توسيع الصراع في منطقة الشرق الأوسط وليس في الجانب الفلسطيني فقط في قطاع غزة. نعم، الأستاذ محمد علي حسن المتخصص في الشؤون الخارجية، شكرا جزيلا لك.